السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال الخس. الخس، شحال واحد كي في التعاليق كيسولني على واش نقدروا نقدموا الارانب، واش اسمه هو، واش الارانب كيضروا مني كياكلوا الخس. لا، الخس هو اولا غني بالماء، يعني واخا الارنب يشرب الماء ماشي بحال الى شرب حيلة كلا الخس. كما كتشوفوا اول حاجه الكميات اللي ممكن نعطيو للارانب، واخا تعطي كميات كبيره ديال الخس ما تخافوا منهم والو، لان ما كيضرهمش، هو عكس النباتات الاخرى. القضيه ديال الثمن ديالو هو غالي بعض الشيء، تقدر تلقاو بدرهم ولا درهم ونص. انتما كما كتشوفوا غير الاطراف ديالو او الاجزاء التالفه هي اللي ممكن تعطيوها لهم على حسب الجيب. قضيه ديال الصيف، هو مادام الخس غني بالماء هو ضروري في فصل الصيف، وكيكون متواجد في فصل الصيف ممكن تمشيو عند البائع اللي كيبيع الخس وتقولوا له على قضيه انكم يبقى يخلي لكم واحد يعني واحد جوج حزمات ولا ثلاثه الخس اللي ما تباعلوش، لان او لان ملي كتضرب فيه الشمس هكا كيلوى، هما ماشي مشكل، واخا يكون لاوي ماشي مشكل، يقدروا انهم ياكلوا. قضيه انكم تعطيهم شويه او بزاف ماشي مشكل، واخا تعطيهم كميات كبيره انهم غادي ياكلوا وما يضرهمش. قضيه ديال التعويد من منذ الصغر، لان هي الخلفه عندهم شهر، ممكن انكم تعطيهم الخص وتعطيهم جميع الخضروات، انهم باش يتعودوا، باش نهار تبغيو مثلا ما عندكمش السيكاريم وبغيتوا تعوضوا واحد الايام يعني بشي مواد اخرين، الحوايج اللي كتشيط عليكم انكم تعطيهم لهم وما يضرهمش، هذاك الشيء ما يضرهمش في المعده ديالهم. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار. الخص غني بالماء، ممكن تعطيوه بكميات كبيره للارانب وما تخافوا منه حتى شي حاجه، ما يضرهم ما والو ان شاء الله. انتم كما كتشوفوا كياكلوه بواحد الشراهه، وممكن تعطيوه للارانب الكبار غادي ياكلوه حتى هما، غير اللي غادي يستافد منه اكثر وهما هذا العمر هذا، يعني في العمر ديال الشهر، يعني بعد الفطام. بعد الفطام راهم مزيان لهم الخص بالنسبه للارانب، راه مزيان. انا في هذه الحلقه بغيت نبين غير ان الخص راه ماشي رخيص شويه في الثمن، راه غالي، ماشي ما يمكنش نبقاو نشريو ونعطيو للارانب، لان حنا انا ديما كنشوف على حساب المشاهدين المتاح، ماشي كنبقى نقول شي هضره اللي خارجه عن الواقع. راه الخص راه غالي، ممكن اننا ناخذوا الاجزاء التالفه او نديروا مع شي واحد كيبيع هذا الشيء ديال الربيع، ونشوفوا معاه انه يبقى يخلي لنا واحد الخنشه ولا هذه بواحد الثمن بسيط، ونعطيوها للارانب ديالنا. انا اسمو كنقول لكم واخا يكونوا التالف يعني شويه ضايع ماشي مشكل، هما بالنسبه لهم راهم خدام، انهم ماشي بحال الانسان وغادي يشوف المنظر ديال الخص بحال هكا غادي يقول لك لا ما ناكلوش، هما مساكين كياكلوا كلش. هذا ديال الحلقه ديالنا ديال النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ساندونا، وسكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.